السلام عليكم. هذه القصيدة قالها بارتي إبراهيم من الزنزانة يوم 4 ماي 2005. يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، بعد التحية والسلام أبدأ الكلام. توحشت والديا وهذوك القعدات، مريحين على السداريات، دايرين قنسي يزعق وسي محمد يعلق وسمير قال عام يشكي. توحشت دوك القعدات في الحانوت والناس تفوت، عباس مع التبن، الزوجة تاعو مع اللبن، والأخضر مسكين عيا يوصي فيا ويقول لي خطيك من صحاب العايين، وقعد مع داود هو خدام وعنده كلمة. ستوب.